التدبير التخطيط العملي وتوصيه مساعده في تنسيق واتخاذ القرار وبدء تحسين جوده الخدمات لطرف الوكاله حيث تمت المصادقه على المرحلتين الاولى والثانيه من هذه الدراسه في افق اعتماد العمل بهذا النظام بشكل كلي في نهايه سنه 2018. من جهه اخرى قامت الوكاله بتسليم مجموعه 203 مدبره من المسائل التعليميه لمختلف المنتقلين وللمصالح الترابيه والاداره العموميه لحلقه العديد من الوضع التعميري للتوزيع العقاريه موضوع الطلبات. واحيانا في اهميه الصور الجويه والتصاميم الاعتياديه فوثائق تقنيه اساسيه في اداره تقييمات التعليم. قامت الوكالة الحضرية بإعطاء انطلاقا للشروع في تغطية المساحة الإجمالية تقدر على 400 هكتار وتهم 11 مركزا في كل من الإقليمين العراق الشوز تلك مرحلة استباقية لإعداد وثائق التعيين التي ستشرف على نهاية تجربتها. أما فيما يتعلق بالتدبير الحضري خلال سنة 2017 قامت الوكالة الحضرية بدراسة لنا مجموعة 1720 ملف لطلب التركيز بالبناء الجنسي أو التقسيم على صعيد إقليمي العرش والزاد حاليا منها 1051 ملف للموظفة بنسبة 69% حيث تمكنت عليها المشاريع من تحرير استثمارات مالية بقيمة 130 مليون ريال. ذلك وبعد تنظيم البناء في وسط القانون وتوفير إطار سليم ولائق لحياة كريمة ومستقرة لسكنته قامت الوكالة خلال سنة 2016 بإطار لجنة إقليمية مختصة لدراسة طلبة الترخيص بالبناء في إطار استثناء العالم القروي بكل من إقليمي العرش والزاد. قامت بدراسة ما نجمعه 93 ملف حاضية منها 80 ملف موظفة بنسبة 81% معتمدة في ذلك مبدأ المرونة وتخصيص المصادر من إيجاد حلول للإشكالات المطروحة. على مستوى الإقليم والزاد تمت دراسة 96 ملف حاضية منها 249 موافقة بنسبة 66%. وبالنسبة لمشاريع الصغرى في الإقليم والزاد بلغ مجموع الملفات مقدار 62 ملف حاضية منها 392 ملف أي بنسبة 66%. وفيما يتعلق بالمشاريع الكبرى في الإقليم تمت دراسة 94 ملف حاضية منها 45 ملف ذات موافق بنسبة 61%. أما على صعيد إقليم العرش فقد تم دراسة 1040 ملف حاضرين منها 68 ملف بموافقة بنسبة 62%. بالنسبة للمشاريع الصغرى بلغ مجموع الملفات التي درست 573 ملف حاضرين منها 450 ملف ذات موافق بنسبة 79%. وعلى مستوى المشاريع الكبرى لإقليم العرش درست لجان مختصة 491 ملف حاضرينها من 350 رأي الموافق أي بنسبة 59%. فيما يتعلق بالجانب القانوني وقد عملت الوكالة الحضرية خلال سنة 2017 لأن الاختيار في كل أوراق إصلاح الهيكلية التي قامت بها وزارة الوصية عن الحفاظ من خلال تغيير مبادئ الفرق والسرعة والنتائج مع قيام شكايات المواطنين إلى بناية خاصة حيث تمت دراسة ومعالجة مجموعة 118 شكاية بفعالية داخل الإجراءات القانونية مع الانخراط طبعا في خدمة البوابة الوطنية للشكايات وهذا سمح بمعالجة عدد مهم من هذه الشكايات بشكل إلكتروني ودون تكليف أصحابها عن التنقل إلى مقر وكالة العرش أو في ملحقتها الموزعة. في إطار تيسير ولج مرتقبين إلى خدمات الإدارة وتيسيرها وتنزيلا لمقتضى القانون الصادر على الشأن قامت الوكالة الحضرية بإحداث خلية خاصة تقوم بالإشارة على مطابقة نسخ الوثائق وحصولها سواء بمقرها الإداري المحلي العرش أو بملحقة الوزارة وذلك بحدود اختصاصات المناطق بها قانونا. سيدات السادة أعضاء مجلس الإدارة المحترم لقد شكل مجال التواصل والتقدير والإعلاميات أحد الملفات المهمة التي اشتغلت عليها الوكالة الحضرية خلال سنة 2019 حيث عملت المؤسسة على مضاعفة جهودها على هذا المستوى من خلال إرسال دعاء مشاركة حقيقية وتعزيز مبادئ التشابك والتعاون في قطاع التعمير وإعداد التراب بهذا الخصوص
وترتبها إلى عدة نقل عدة نقلات وصولية مع مجموعة الجماعات الترابية على مستوى إقليمي العرش والزاد. تم خلالها تقديم عروض وشروحات بخصوص مستجدات الترسانة القانونية في ميدان التنمية. وبمزة مع ذلك قامت الوكالة بمشاركة والمساهمة في إيجاد العديد من المنتقيات والتظاهرات سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني، مع الحرص على ضرورة تقديم قيمة مضافة خلال كل هذه الانتقالات للمساهمة في إشعال هذه المؤسسة وتحولها إلى شريك أساسي يستفيد من العديد من الفاعلين والفرقاء المدنيين في قطاعات التأمين والتراب الوطني والتنمية في الجميع. في هذا الاتجاه وسعي الوكالة الحضرية للتوفر على هوية خاصة بها على ترابط الوكالة الحضرية في المغرب، عملت هذه المؤسسة لأول مرة منذ إحداثها على إحداث شعار لها مستوحى من خصائص ومميزة المجال الفرعي، وتجدون داخل إحداث كتيب حول هذا الموضوع. تقرر أن يكون عرض هذا الشعار على أنظار حضرية كل مجلس إداري للمؤسسة باعتماده بشكل رسمي. ومواصلة الجهود المبذولة من طرف وكالة حضرية العرش والزاد وبهدف التنزيل العملي من تقريب الخدمات من المتقاعدين، سهرت هذه المؤسسة خلال السنة المنصرمة على توفير وسائل لوجستية ضرورية لمنحقتها في وزان، وكذلك بذل كافة جهود لتعزيز هذه المدينة الإدارية الجديدة بالموارد البشرية اللازمة. كما عملت هذه المؤسسة على توسيع مدارات مقر هذه المنطقة وتجهيز مركزها وتعزيز التقنية الإدارية والتقنين للموظفين الجدد، وذلك بغية تسريع وتجديد الخدمات المقدمة لبعثة المرتقبين، حيث أصبحت عملية في مذكرة المعلومات تتم على مستوى المنطقة. كما هو أن كل الاجتماعات أصبحت تنعقد في مقر هذه المنطقة لما مكن شركائنا في الإقليم وأمور المواطنين توفر على المقاطعين في عين المكان. السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري الحضورين، فيما يتعلق بالتقرير المالي وتدبير الموارد البشرية للوكالة الحضرية، يتمحور حول ثلاث نقاط أساسية نوجد التركيز في تدبير الموارد البشرية والتقييم المؤسساتي والوضعية المالية للمؤسسة لرسم سنة 2017 وقطاع مشروع ميزانيتها لرسم سنة 2018. فيما يتعلق بمحور تدبير الموارد البشرية والتهيئة المؤسساتي، نعرض على هذا الخصوص لبعض المؤشرات التي قد تكتسي دلالة خاصة وتبين بخصوص بوضوح حجم المجهودات المبذولة خلال الفترة الأخيرة. انتقل عدد الموارد البشرية من 25 مستخدما في نهاية سنة 2015 إلى 41 مستخدم في سنة 2017 بنسبة تقريبا 61%. كما انتقلت نسبة من العيد التنظيمي للوضع الحضري للعرش والزاد من 3% في نهاية سنة 2015 إلى 45% في نهاية سنة 2017. ذلك واعتبارا للأهمية التي توليها الوكالة لعمل التكوين المستمر كآلة أساسية لتطوير أداء المستخدمين وتمكينهم من موافقة المستجدات في مختلف المجالات، قامت المؤسسة بإعداد مخطط للتكوين المستمر استفادة من مكافأة المستخدمين المؤسسة برسم سنة 2019. أما فيما يتعلق بالوضعية المالية للوكالة الحضرية وبخصوص ميزانية المؤسسة برسم سنة 2019، فقد بلغت تزيد من 23,140,000 من حوالي 15% في ميزانية التسيير. تم الالتزام بتنفيذ نسبة 79% النهار فيما بلغت ميزانية الاستثمار حوالي 8,400,000، حيث انتقل نسبة الالتزام بتنفيذ يعني 23% خلال سنة 2016 إلى 73% سنة 2017. كما استثنينا طبعا الاعتمادات غير البرمجة لتبلغ ذلك النسبة الإجمالية لتنفيذ ميزانية الوكالة أزيد من 60% مع تشجيع هذا نسبة جد مهمة للاعتمادات الباقية للوكالة برسم السنة المالية 2017 والسنوات المالية المنصرمة. أما بخصوص مشروع ميزانية الوكالة الحضرية لرسم سنة 2018 فيمكن تلخيصها في كناين. نفقة التسيير ثنائية 18,210,000 درهم، نفقة الاستثمار ثنائية
ليه منهم 260 درهم بباقي الهدفك مقدر يحاول يشتري الدرهم. هادشي اللي عندها تبان مبرمجه تما تقدروها ليه منهم الدرهم. ما على مستوى الموارد البشريه فقد برمجت الوفاه الحضريه على 6 مناصب ماليه جديده من اجل تخصيصها بشكل اساسي لهيكله المديريه الاداريه والمالية. وكذا تعزيز الموارد البشريه المحققه والزاد مع عزم المؤسسه على شهر 2018 سنة مواصلة استكمال من العلم التنظيمي للوكالة، وكذا اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل تقوية وتعزيز حكمة التدبير الداخلي. سيدات الأستاذة أعضاء مجلس الإدارة المحترمين، لقد سطرت الوكالة الحضرية استقرار سنة 2018 برنامج عمل نعرض عليكم أهم محاورها التالي. أولاً مواكبة وتتبع موارد بشرية وطريقة عملية تتوزع باختصار كمالي، الوثائق التي تستوجب المصادر 12 وثيقة بإضافة لمخطط توجيهي للتيار العمراني الإسرائيلي. الوثائق التي ستحاول على مستوى البحث العالمي ومداولة المجلس 4 وثائق، منها وثيقة واحدة تهم تصميم جريدة مدينة وزة. 5 وثائق سيتم إعطاء انطلاق دراستها، من بينها تصميم نموذج معهد الجامعة الترابية والعادة البحراء لمستوى إقليم وزن. ثانيا إنجاز 8 دراسات لتقويم التعبير تهم إعادة إيجاد الأحياء قد نقصت تجهيز بإقليم العادة وزن. ثالثا إعطاء انطلاق المشروعين للتنمية القروية والحضرية. رابعا إعطاء انطلاق الدراسة العقارية لإقليم هرش. خامسا إعطاء انطلاق الدراسة النقل والتنقل الحضري لمدينة القصر الكبير. سادسا المصادقة على الدراسات المفقودة الخضراء والمواد المعماري والهندسي والبشري مدير العريش والقصر الكبير ووزة. وحسب الوكالة الحضرية التنظيم وحسب استغلال مختلف المعطيات المجالية التعميرية التي توفر عليها من أجل تطوير المساعدة في هذه التهيئة العمرانية وتنفيذ مجال الطرق الحصرية ستعتني بها رقما دعما الإداري من خلال اعتماد منظومة معلوماتية شاملة كما ستواصل هذه المؤسسة استكمال هيكلتها التنظيمية من خلال تعزيز بنيتها الإدارية وملحقتها الوزارة ودعمهما بالموارد البشرية وإمكانات لوجستيها، كما ستحرص على تقوية آلية التعاون والشراكة مع جميع شركائها وكافة مكونات المنظومة المحلية. السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري، لقد سلطة الوكالة الحضرية لعرش وزان برسمت الفترة الممتدة ما بين 2019-2021 برنامج عملي طموح وواقعي وفق رؤية استراتيجية محكمة مع الالتزام طبعا بإخضاع هذا المخطط لعمل التخييم الدولي، حيث يمكن عرض أبرز محاور رئيسي لهذا البرنامج في مايل. إعطاء انطلاقة 6 وثائق للتعمير، تتبع استكمال مراحل الدراسة 21 وثيقة تعميرية، إعطاء انطلاقة إنجاز صور الجوي والتصاميم داخلية 9 مراكز ومواقع إقليمية لعرش وزان، إعطاء انطلاقة الدراسة العقارية لإقليم وزان، إعطاء انطلاقة دراستين تهمان تحديد وتطوير المراكز الناشئة لإقليم لعرش وزان، إعطاء انطلاقة 4 دراسات لإعادة هيكلة الأحياء والتطور لإقليم لعرش. تتبع استكمال 6 دراسات لعدة هيكل وتقوم بتعمير عمل العرش وزان، منها الدراسات المتعلقة بالتنقلات الحضرية بمدن العرش والقصر الكبير ووزان، منها الدراستين الخاصتين بالتخطيط المعماري لواجهة المحاور الرئيسية لمراكز الجامعة الترابية، زومي، جارة الدرج والساحل والعوامة، وأخيرا التوفر على مقر اجتماعي يستجيب للحاجيات هذه المؤسسة. وفي الختام فإننا نجدد على أن التأكيد على أن نجاح الوكالة الحضرية لعرش وزان في تنفيذ برامجها ومخططاتها هو أمر لم يكن ممكنا لولا تصوير التنسيق وأهداف استيقاظ